مستقبليا. جميل. طبعا ما يميز صناديق المؤشرات المتداولة أن أحجامها متغيرة بشكل جدا سريع. تم إدراج الصندوق بحجم 30 مليون ريال، الحجم هذا ممكن أنه يتغير غدا أو يتغير بعد يومين ثلاثة، ويعتمد على آلية الطلب والعرض في السوق. فحجمه متغير، ممكن أنه يصل كمان إلى مليار أو 500 مليون، فحجمه لن يكون ثابت، وهذه مما يميز صناديق المؤشرات المتداولة. طيب، يعني حدثنا أيضا عن العائد على حاملي مثل هذه الأسهم، وأيضا كيف تنظرون لربما عملكم في الأسواق بشكل عام؟ طبعا ما يميز صندوق البلاد MSCI للمؤشرات المتداولة أنه صندوق يدار بطريقة كامنة أو بطريقة غير نشطة، بمعنى استثمارات الصندوق جميعها ستحاكي استثمارات ولا مكونات مؤشر MSCI، فلذلك أي ارتفاع أو انخفاض في سعر الوحدة لا يعكس بالضرورة أداء مدير الصندوق، وإنما يعكس التقلبات السعرية لمكونات مؤشر MSCI. طيب، أنتم تعملون في السوق الأمريكي، إذا كيف تنظرون للسوق الأمريكي في الفترة الحالية وفي ربما الفترة القادمة، خاصة أننا شهدنا تذبذبات ربما متعددة في الأسواق بشكل عام؟ جميل. طبعا طرح أي منتج يتم إدارته بطريقة غير نشطة لا يعكس بالضرورة الرؤية الاستثمارية أو توصية الشركة أو مدير الصندوق لهذه الفئة أو لهذا الأصل. نحن طرحنا المنتج هذا، ومثل ما قلت أنه يدار بطريقة غير نشطة. توقيت الدخول وتوقيت الخروج يعتمد على قرار المستثمرين. الهدف من طرح هذه المنتجات تمكين المستثمرين من الاستثمار في فئات أصول مختلفة لم تكن متاحة للاستثمار في السوق من خلال السوق السعودي. فالتوقيت هذا يترك للمستثمر. الآن نحن أوجدنا الأداة الاستثمارية التي تحاكي مؤشر MSCI، توقيت الدخول يترك للمستثمر. طبعا احنا نضطر في توقيتنا أن ننهي هذا اللقاء معك الأستاذ زيد نفرح، وأنت الرئيس التنفيذي لشركة البلاد. شاكر لكم ومقدر، شكرا. شكرا لك، وعودة إليك. طيب،